مسلم. طبعا اللي حضرتك بتتكلم فيه ده انت قدمت ببلاغ الصبح لمعالي النائب العام. اي فندم. ده مجموعه حركات. أي فندم. والقانون المصري ما فيهوش حاجه اسمها حركه. اي فندم. عيال بياخدوا تمويل من الخارج عايزين يخربوا البلد، عايزين يقفوا ضد رئيس دوله بيحاول انه يطلع بالدوله دي لفوق ونجح في خطوات كتيره وبقالنا نسترد وضعنا في العالم الخارجي بفضل هذا الرجل الذي يعمل لوحده. يطلعوا شويه صيع ده ما فيهاش راي، ده فيها تخريب خراب للبلد. واحد قاعد متكي امبارح يقول لك ان يتم تفتيت الجيش. تفتيت جيش ايه؟ انتوا لو كنتوا دخلتوا الجيش انتوا قاعدين بتاكلوا البان، لا تعرفوا الرجوله ولا تعرفوا النخوه. بلد مش مستعده للكلام ده يا احمد بيه. نعم. لما يطلع لي واحد يقول لي ان اغتيال او اعدام الفريق كله بتاع شركس عرب شركس المنتمين لبيت المقدس وان ده يعتبر اعدام وطن، اعدام الوطن هم الشهداء، هم الضحايا اللي بيسقطوا، هم الارامل، هم ام الضابط الشهيد، هم دول اعدام وطن. ما تقوليش على شويه ارهابيين وتطلع تدافع لي عن الاخوان تقول لي الاخوان ما هماش جماعه ارهابيه. ايوه يا احمد بيه. لابد ان يتم تطبيق القانون وبصرامه. ايوه العيال دي بتدي لها تمويلات خارجيه لتخريب البلد. عارف يا دكتور سمير، دكتور سمير خليني وحضرتك موجود وراجل قانون، انا قال يا كله ايه انه الكلام ده فاكر حضرتك قبل 25 كان عند الدوله كده برضو اجهزتها الكلام ده. ايوه وقلنا ايه اتقال عليهم ده شويه شباب هيعملوا ايه يعني واصلوا ايه الموضوع وانتم مكبرين الموضوع. فانا قلقي كله انك تفكر زي ما كنت بتفكر، ولا الموضوع دلوقتي مختلف؟ الموضوع مختلف، احنا في دوله قانون. عندنا نائب عام شامخ. عندنا وزير عدل اسد. نعم. اللي احنا بنقوله ده بتنطبق عليه نص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات اللي جه نصها صريح، يعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او ادار على خلاف احكام القانون جمعية او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة يكون الغرض منها الدعوة باي وسيلة الى تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامه من ممارسه اعمال. طب دلوقتي الناس لما بتتدرب بره تدريب واضح ودورات واضحه على اسقاط النظام وتهييج الراي الشارع واستخدام بعض القضايا الداخليه لاثاره الشعب والجماهير، ومحددين ان هم عايزين يشتغلوا بس في القاهره، يعني التركيز مش في المحافظات، لا يكون التركيز فقط في القاهره، وعايزين 10% بس من الناس تنزل الشارع. التدريب في الخارج والاستعانة والاستقواء بالخارج. نعم. يشكل أركان جريمة الخيانة العظمى. ده غير المادة 86 خالص. نعم. دي جريمة خيانة عظمى لقلب نظام البلد وإحداث الفتنة وترويع الآمنين والمواطنين وتعطيل مؤسساتها. البلد مش هتسمح لمجموعة من الصيع، مجموعة من الممولين، مجموعة فاقدين كل القيم الوطنية، مجموعة شغالة هي أزرع الإخوان. نعم. يطلع يقول لي جماعة بداية ونسمع إن البراجعي شغال مع بداية. المجموعة دي بتاكل منين؟ بتشتغل إيه؟ كل عيل من دول يطلع يقول لنا هو بيشتغل إيه وبيكافح في إيه؟ العيال دي بتجيلها تمويلات عشان ولن يسمح لهم المصريين يا أحمد بيه. نعم. إحنا لن نسمح كلنا أنا مكباش كده زي الحشرات تظهر لوقت، بس احنا هنبيدها زي ما كل